محمد محمد. من اللي قاعد يحاكيني؟ منو؟ اسمعي اسمعي عضو مجيد، كم تفاعلاتكم؟ زين تنفست امس يا ولد، حتى امي تقول لي زين انك طلعت. هذا يا قلبي، هذا يا قلبي، هذا يا قلبي، هلا ومسهلا. هذا من اخر الليل تنفس. من يقفل؟ لا والله ما دريت انك والله انا مقفل امس يا رجل، مو راح نصلي الفجر من العشاء وانا اشوفك زي والله ما تشوف اقول لك لك خطيه. مو راح نصلي الفجر وهذا قبل الصلاه ويضحك ويضحك. صح يا قلبي، وصلينا ويضحك. وش السالفه الضحك؟ الله يردك يا امس يا اني مطح ما انتبه انت. عجزت يا ولد، طلعت هنا واحنا نصلي يا ولد وانا اضحك وانا اجيب هذه واقلب على وجهه. تدري ليه؟ انت ما ادري شلون جبته. تقول لا تجي عند النافور، والله حسبك حبيبي. والرجال احس بسر مسوي شيء يطالع فيه يضحك. سر يقول له ايش فيك؟ والله ما ادري. سر شك يطالع بالسالفه. هي الكاميرا بس الصلاه تكون علي وانا اقلب هذا واحطه على وجهي. سديته كذا. الله يستغفر. لا والمشكله انه هو صار الامام يقرا اسمع صوته وتذكر الكلمه. الرجال شغال معكم؟ شغال مفت. طلعت على قلبي. لازم اقول يا قلبي 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 يا قلبي. تدري انا كنت اقول قلبي قبل عيوني طول عمرك. ليش الخد هذه؟ طيب حسيت انك جاي من المطار معك شنطه. ما ادري. يلا ما في مشكله، مشي لك تستاهل. يا قلبي 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 يا قلبي. لا لا يا قلبي، لا يا قلبي. كان يقول علي اول مره بس كنت استحي اقوله. تستحي خجول شان يقوله. كلمتك هذه تدري أيوه؟ انها تطلع من بؤبؤ. ترى ما دخل من هنا ترى. الله الله ايش الحجار؟ خلص روح غيره. اي والله ما غيرت انا بعد. ها نصاب عزوز. هلا انا شفته. ترى كلنا الحجار مقلق. ترى مره متحمس لنهايه هذا. هذا خلاص شبه خلص. باقي لون. اي لون؟ اللون الاصفر هذا، مو الاصفر لا. باقي الورنيش الاحمر هذا بحط عليه اللون بس. ايه كيف رايك في لمساتي؟ يا قلبي يا قلبي، انا اقول يا قلبي. هلا يا قلبي، عشان تطلع كذا ضخمه مع الصوت. ايه بس مسكت خلص مع الشباب. يا قلبي يا قلبي مسكت مع الشباب يا قلبي. عشان الصوت كذا قرار يا قلبي. بس تراها حاجة حلوة يعني. اي والله وش الحلو؟ تبقى خاصة بك. اي لازم شيخ. كيف؟ هذه البصمة. ايش هي؟ يا قلبي. يا قلبي. يا قلبي. يو 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 يا كتفي. يو 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 والله ما ايهم؟ واو شوف ايش اللي تشوف؟ ما قد والله ما قد سوابك شيء. والله شوف قدها حمراء. والله ما سوابك شيء. ما جاك شيء. هي بشاش ما شاء الله. والله بلاك يا صاحبي انه ما جاك ذاك عبد الرحمن. انا قاعد ما في يو حو يو. انا قد الصغير قلت يو عاد كيف لو اكبر منه. لا قال اعطني والله انه بس ليش ما يصرخ؟ واحد عشان يضربني. ليش ما يصرخون؟ ليش ما يصرخون؟ اشوف عند اخوي بالكاراتيه لازم الصرخه هذه يقول لك تعطي قوه. ايه والخصم نفسه يخاف. سمعت عبد الرحمن؟ كسر انت ما يخ... كسر كسر يوصف لك بعد الحركه كسر كسر كسر, كسر. اشرو حصل الشارع ويلزني بالغلط و صلي عنه من نص ساعه في السماء. بس يقول لك قبل اي هوش يقول كسر. لو سمحتم انا تايكوندو. مره ترى في شباب نفس السالفه صارت لهم. وقفوا لهم واحد نحيف نفس محسن كذا نحيف. هم ثلاث شباب راح شباب يقولون يو يو لا يا ليتهم يو يو. المدرب هذا فيش يا قلبي حق تايكوندو. قال لهم يا قلب انت وياه. ايوه تراني تايكوندو. لا فشكم بالارض. قالوا انت عطنا اللي عندك يا قلبي. ايوه ويشيلهم كلهم فوق تحت فوق تحت فوق تحت. لا ما ودهم مستشفى يا اخي. ايش اسمه هذا؟ كلهم كسر كسر. كنت في نادي نتمرن حديد اظني في الثانوي ايام الثانوي. كان معنا مدرب يمني يا ولد ما شاء الله تبارك الله والجسم يا ولد معه خلاص اوه ما شاء الله عضلات يا قلبي كذا كان طلعت من بيض عضلات كان طلعت ذا اليوم. خايف على هذا الصغير. خايف على هذا يا قلبي. خايف على هذا قلبي يا قلبي يبغى له 20 عادي عادي قول له من هنا واسرك بالله. اي والله كانت 25 العشاء الفجر تصير 15 تمام شكله راح رحت ذاك اليوم تصحيح الاحراف عمليه يبغى لها 20000 ريال. قول لا إيه ما ينفع ايش اسمه دائيها بالدواء وما ادري دواها الداء لا لا ما في حلو بنفس في عضو مو تلاحظ في شيء ارفع كذا في النور
كذا منحرف. في عظمه هنا نازله يبغاها ترفع شوي، الوتر يتعدل صح الانحراف. ركبي 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 ركبي. يو. في مشكله في التنفس؟ لا بس يقول مع الوقت ترى بتجي المشكله. لا اله الا الله. الله يعيننا وياك، الله يعطيك العافيه ان شاء الله. ونجي طبعا شاهد انه كان ذا يطلعون يمني. مدرب مدرب ايه والرجال نفس طولك متعافي زي جسمي يعني. ايه مره زي جسمك بالضبط. ايش تقول؟ ما يمشي ما يده ما يقدر كذا كذا عشان يده كذا احط مخدات هنا. ايوه يا قلبي يعني لو مثلا جيت في مضاربه بس ولا طيح جدارك الحين. ايوه صقعك بهذا. لا ترى بروفايل الجبال يا جبل ما هي ذكريه. خلص الحين انا خلصت من الدوايه. كمل السالفه. والله وصلت. والله لا اله الا هو. والله ما كنت اقصد يا اسمع. والله الذي لا اله الا هو. انا بدور بحركه سكنسيه حتىهم يطاردون. في بويه شيء؟ لا نسيت ان انا عندي صدقني بسلك اكسر. ما في بويه. لا والله والله العظيم ما اقصد. والله انك حبيبي اسماعيل قلبي. لا تذين لان بطني من امس. خلاص خلاص احمد ربك جات في يدك مو في الملابس. الثوب هذا تدري انه اول مره نقول بكذا طق الجيب يعني اول لبسه بس يروح يروح في الجيب يسوي طق. ايه يعني هذا الخيط اللي كان يروح يروح طق. انت تسوونه كذي يا اخي زعيم خالد التحيه. ايه التحيه خياط والله مقص ومخده واضح انه جديد. واضح شاهد يطلب السلامه. سلام يعني جاء هذا ومع سياره صغيره عرفت هو سياره صغيره ما بدون ذكر اسامي. انا اسولف لكم ولا اسولف لكم بس لو معك بس تقول لي توسخ الزرع. قلت له وش ذا طيب؟ طح ايوه مع سياره صغير بوكس كذا صغير صغير مو جو هايطوا عليه شباب ثلاثة شباب. هاي سالفه صدق ولا كذب كالعاده؟ الصدق ونصها كذا. روح انا اشوف انك تجلس في شغلك افضل لك. ايوه الله ايوه انت شفت كذا بعد ضربه انت شوف يعني هذه انا اشوف انك تجلس وانا بعد اشوف نفس كلام عزاز شاهد السلام. ايوه سياره صغيره مره ورجال متعب نزل عليها يوم نزلوا عليه يحسبون سياره صغيره سياره صغيره والرجال بينفرس. انتبه واحذر نصيحه خذها الى الى مدى الين تموت. اي سياره صغيره لا تقرب لا تقرب عليها واي سياره كبيره حاول انك يعني يعني والله برضو كمان لا تقرب برضو لا تقرب لا تقرب لا 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 الصغار الصغار لا والله السيارات الصغار خاصه هو يجيك فيها ما شاء الله واحد شفت الجسم والله في واحد من اخواننا مع السياره مره صغيره ان اكبر الصفره من السياره هنا ينزل ذا وهو ترى يبين من التاير عزوز اذا التاير نازل مره ايه؟ عارف ان اللي داخل وحش واجلس انا وقت المشكله تطالع في الكفرات قيس بالتواير هذا نازل شويه واللي قد لا شاهد انهم نزلوا ذولا ثلاثه ويهايطون ويزلزون يتخبلون عليه وقف الرجال الرجال كان لابس جاكيت نزل وشافوا قال صغير كنت الرز تعال فانا ينزل عليهم قال وش جاكم؟ ايش تبغون؟ قال وش عندك ولا ما ادري الله لازم له يعطي كذا مسيره بوري بوري علق على بوري كذا بعد نفس اليوم ايوه جاي طلع من السلامه ناخذ كذا عشان شاف انهم مره ما بيتفاعلون معه اوجع عند السواق دخل يده دخل يده وشل السواق هو نزل لهم يعني صفق بالسواق نزل الثاني خوي ابو يافسع فزع فمسكه معه مسدح بهم مسدح بهم الثالث دز فقع رجال الرجال خلص كذا من المضارب فك ام الجاكيت كذا من الحر تعب طالعوا في الجسم من والله العافيه قالوا قول لا خلاص حمي وجه الله دائما دبلي دبلي انت انت ايش ايش فين انت في قالوا انا قال انا في النادي الفلاني تعالوا لي قال انا والله ما ودي بالمشاكل ولا ودي اني والله اني اسوي الشيء هذا بس انكم انتم اللي لزيتوني حديتوني الاقصان ولا انا ما ودي بالمشاكل وانا اللي بستعرض والله نحن اسفين ومدري وسالوا عن النادي يقول والله اليوم الثاني جو يتمرون عنده بلعوا العافيه اي والله نسدحهم صقعهم اقول يا الله تتفرج شاهد الموضوع انا احس ان عبد الرحمن هذا مع سيار صغير اللي جانا ذا اليوم اي نبي نهاجر الى كندا اي اي ترى فاتحين باب الهجره الى كندا شكلك مشتاق لاهلك تخاوينا تخاوينا قلبي والله شكله مشتاق للحفر معيد المهم وين فيصل وين فيصل؟ قلت له انه معيد فيصل والله يا دخل عليك السلام ورحمة الله ايش؟ الله غير تسريحه خلاص
خليه يجي لاما عبد العزيز بسوي حركه كذا شلون تشوفك كذا خليه يعود يذبحني يقول لكن استسلم الخنق ما ادري ايش يقول والله تمردغ اول يوم تمردغ يا عاد لعبتي ذا يا رجل جواد يبست الارض اللي عندك ومات الزرع وللحين ما خلصها خلصنا خلصنا احنا في اللمسات الاخيره الله يحفظك هذا ايش؟ ايوه طلع كيس افتح طلع كيس افتح هذا ايش؟ كيس جبن جيب لي بالله كيس لبن حسين ايش هذا؟ هذا يا احمد حط فيه اللون الثاني يلا ايش تبي؟ لا لا بيزرق بالله يبلي اثنين باقي اثنين يبلي اثنين اجي اساعدك حبيبي انا لا. متعطر وكاوي الثوب يعني معلش ايش فيك انك تطالع وسخ من ورا اول عمرك طالع وحسب قلابي وفلوس كان سمعت اسماعيل يقول الوسخ ثوبك انت جالس على الارض الظاهر الظاهر اسالك بالله رجال عبد العزيز كله حلا الله يطول عمرك سواء نص بعطيك ثلاث تكويها وانت كفو واكيد انك تقدر عليها ايش يعني المغزى في الموضوع يعني ايه المطلب يا قلب شلون عبد العزيز؟ عبد العزيز شلون يقول؟ ها؟ شلون يقول قلبي؟ قلبي والله يا قلبي ماني مغزى قلبي شوف شوف قلبي شوف قلبي يلا نغسل ثيابي يا قلبي يا قلبي تغسلها لحالك يا قلبي لا ما هو موجود ما هو موجود منو ما هو موجود ما هو موجود ما هو موجود راح معرض الكتاب والله انا الدنيا خاوي ما هو موجود يلا يلا قلبي يلا قول عاد يلا لا لا حط هذاك وراك 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 داخل داخل منصور يا واصل يا منصور هيا الى العبلي لا مش لك يا مش لك العب منصور لا حبيبي هذه حق لقمه كامله لقوا مكان ايوه هذه البركه ارحب يا ابو علي ودنا نخاويك يا ابو علي بكره بعرض المكتب والله انا ودي اشكل منك هيا الى اللعب يا احمد دور شلون كانوا بيطيعونا يا ابو يا ابو علي تستاهل يا ابو علي كانوا بيطيعونا في ياخذونا في باص ما في كيس ياخذونا في باص ايوه يا عمري يا عمري شيله 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 ايوه يا اخي احد يشتغل هو مشخص تمام بس ما اللي بنسق معه؟ ها؟ جزا الله هدي رقم عند فايز؟ ذكرتني خلني اروح عنده عند فايز؟ تكلمته من امس ويوم جيت اقول الجوال ابو حور عند فايز؟ لا باقي بروح اعطيه الحين. اي اعطني الحين. وفهد الشهراني عندك ولا عند عبد الله؟ عند الكلام؟ عند عند ابغى لا احب في شيء في بثاره قسم بالله يمشي والله خلنا نكبه هذا فوق هذا فوق هذا فوق فوق هذا اللي انا منتظره هذا ايش؟ هذا الزيت هذه وين وين اللون طيب ابي اكب شيء هذاك هذاك روح صف الباقي هنا صف وخلا توسخ ثوبك ثوبي اشتغل ترى ثوبك نظيف عند ابو اسوي والله انت نزل عليكم الشغل الحين وين لا لا توكم توكم وينكم الشهر بس صار لي عامل وافد متنقع من الصف والله اني اصلح لك ده اصلك انت زين معك زي ما شلتك بس جواز انا اللي مركب ركبت بلك يوم اجيب لك 17 7 كم يوم 10 بلكات يوم راح احمد للبحرين بغيتوا تهدمون الشلال والله ترى انت يوم رحت مكانه بس يوم رحت البحرين ترى انا اكثر شخص حرست الشلال نعم انا اكثر شخص أنا وقفت حتى حطيت فراشي عند الشلال هنا يا احمد كذب يا ايه ما انا اكذب تتوقعها مني انا اشهد يا احمد وين اصبر وين جيبوا لي جيبوا لي اسال وليد ابي لون بالله يا احمد احمد بنسوي لون بني الحين ثواني بس وين وين طيب بكم لا 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 تبي لون بني ما يحتاج ساعه طح هنا خلاص يصير بني عف الشعر لا لا عفسه عفسه شيء اخ يا خبا هذا عنيف مو كذي لا 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 مو كذي بس عدال بعدال بعدال كذا الله يسامحك بس ايش فيه في عمليه براسك انا ما عفست شعرك الا لان فيها بويه شويه فقاعد امشي مره واحد ايش في شعرك ايش في شوي شوي الحين انا انا ايش اسمه لا بس نفش على فوق على فوق بس تحرك انت طيب ها بس 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 تمام نظفك ايوه حبيت اللون ازرق كاسر اللون هذه عشان لون ما يصير نفس الماي ايه فهمت اللمسة شلون صايرة؟
صاحبي أحان الوداع الدمعي ما منا مرفع. أهلاً وسهلاً. إيش يا أخي ريحتك بوي يا أحمد. أحمد الله الله. ما عاد راح يجي لها حشرات خلاص. راحت ريحة العود وريحة هذا. الله. ودي كذا الحس الصدق احس انه حلا فينا شرك يا اخي احس الحس هذا ابن حنا صاحي انت احس انه حلا يا اخي الشكل كذا زي بالكيك الحين بحط شيء عشان يصير لون مميز الكريمه كريمه ها اذا كنت ناوي تصبغ نص وجهك قاعد مسوي احمد سعود فكر تحط شاي يه يه باخذ من لون هذا احمد عشان اسوي شو اسمه العمليه احمد عادي حط اصبعي كذا حط ودي احط بصمتي كذا اصبعي كذا ايش رايك في اللون والله فنان بس ليش هذا لون ازرق هذا احط دوم متخلطه اخضر ايوه ودي احط بصمتي كذا تجي ايش رايك حط ها ابي ما اطر اسمك يعني بخرب هذا ايش يقول ابي ما اطر اسمك ما اطر تسمعني امطر اسمعك ان عندنا باللهجه البدويه امطرس يعني احوس واخرب ها تخرب لا هو ما يخرب انا قلت خرب من بعيد خرب من بعيد لا الوتك بواحد يجيب مطر لا قاعد انا قاعد اعلمك المعاني قاعد اعلمك المعاني عندنا وانت وصل المعنى لا شوف امطرس يعني زي كذا شوف الحين مطرس بكب بدفك الحين في الشلال وخرب الشلال يعني مطرس يعني زي كذا شوف لا ولد لا اله الا الله احمد 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 خذ مطرس مطرس دقيقه مطرس مطرس هنا انا بالله بكب هنا مطرس مطرس احمد بكب عادي مطرس لا 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 بيها وين احط انا بالعماله تاخرت لا تكفى يا احمد والله احمد 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 اذا بنفسك كب فوق ترى هو بيحسب فوق ابي اكب يا فوق فوق هنا 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 فوق هنا فوق هنا يا ابي اي عشان كذا يبي حطيت اي ترى والله عارف رد فوق احمد والله عارف الفكره عارف الخطه اللي بتسويها ترى هو زمان كان يصمم في خطه في خطه خلني بعلمك احمد سعود ترى من فوق حزتك ها والله ما استهبل يا احمد والله هو انا بقعد استهبل سعود خلينا احمد دقيقه لا تنمس كذا تسولف لا تنمس شيء احمد شوف ركز معي سعد شوف ايدك طايحه هنا وين شوف 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 الفكره شوف الفكره بالفنجان اصبر شوف احمد والله في فكره مجنونه تدري شلون شفت هذا اللون شفت هذا قصدي الصبغ هذا ايوه جبه كذا وشلون اطلع هناك جبل شف. لا 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 بوريك ما راح اطلع شفت هنا شوف 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 اشوف تجيبها كذا تسحبها كذا تسحبها كذا لا بيصير حجر هني ما بيش اسمه احجار يعني ها يعني فكرتي رايك فكرتي كذا يعني فكرتك جميله بس ان شاء الله في الشلالات يدري ان الماء اللي بيجي اصفر عشان كذا حطه يعني الجهد اللي سويته وين راح طيب الجهد اللي قلته يا احمد والله يؤخذ فيه يا من حلاله من حلاله حله يا من ايش قصدك عشان قوتك الثانية تقول يا من شرالة من حلالة علة ها هو ها عشان قوة وين مشكة فين صار ما يفزع له يجي حتى ريحة والله ريحتها هذا ما عاد يجيك لحشرات ما عاد يجيك نار والله شوف رجع عليك هيا 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 خذ لك جد يجون عند أحمد شوف سعود يدخلون يجون عندي ليش؟ أقول ليش قال أنا قاعد أدعي وخر والله من ريحة الكروزين من هذا في جسمك بوية لعل عسى ما يجيك شيء لا لا ممكن لو اكب اللون على سروالك ما تغير ترى والله صدق صدق انا قاعد اقول لك اعلمك هذا نفس اللون هذا ازرق وسروالك ازرق نفس اللون في درجات يا لا 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 يا لا 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 درجات ايه اقول الله اقول يا زين عيالك بس يا حليلهم يا اخوي يا زين الجود ما شفناه جابوا لي الامل والمشاعر شفنا التوام باقي هذاك الزاحف محمد ما شفناه هذاك ولا هذاك مشغول الحين هذاك المقطع الحاله الحين شبت نار جالس مقطع الحاله نظام قديم هو اي يدرس الحين اوه شاطر قد ما يجي يمكن التوام لكن شرق ما شاء الله تبارك الله قول ما شاء الله لا يصير فيهم شيء والله العظيم ما شاء الله لان هم هم إيه؟ لا لا لاني انا ركبت معه بالسياره وفصلوا وفصلوا علي تحديد الكل كمان انا برجع حقي لا لا انا برجع تذكر فصلوا علي وش في الحفر يا طيب صراحه ولد كيف في السالفه على ذا والله فصل علي شوف الماي اللي يخرب لون يجيك يجيك سالفه ذاك اليوم ركب معي في السياره وصورني ساهر يا ما ترى ما نزلت بالله ايوه صارت اجل تذكر يوم صورت معي انت كنت خلاص ما صار انا وياه ايوه ما في شيء ما في شعر لنا وياه كان معك في السياره اي لفيت يمين مع الاشاره وصورتني ساهر كنت قطعنا اشاره انه للسالفه قال لا بتجيك بتجيك ترى جاي
انتظر اسبوع. ابو جيد متعود، ابو جيد ما شاء الله. بغيت اقول لهم صورت لي جت مجد. انا ما اطول بنفس اليوم. مجيد داخل معي. عبد المجيد كان معك في السياره. كان معي عبد المجيد. الله يعينك. دام شغل كيف مراتب. ترى اذا ركب عبد المجيد مع احد يا يلقط الساهر يا ياكل مطب يا يقشع في رصيف يا يصدق. مخالفة. انها اسمع احنا جايين الرياض. انها نميم. نميم عزز قدامي. انا ماني موجود. نميم احنا جايين الرياض. يا سعد فاهم النميم غلط الله. النميم مو بكذا تنخش تقول نميمة. نميمة. سوق. قول والله شفته يا ولد. جت 500 يا رجل الله الله يعين الله يعين. عندك سيارة يا اسماعيل؟ لا والله ما عندي. الا عنده فورد انا شايف عند الباب. الله عندك فورد والله الوالد عند فورد الوالد ما شاء الله الله يخلي لك. وما اخذها من الوالد موقفها هني إيه؟ مو حرام عليك؟ لا مو هنا مو هنا. ابوك يعني مع سيارتين بيت وبيت. لا ما فورد. ايوه والثاني ما اخذ التيما ما شاء الله تبارك الله. هلا بزين هلا بالعيال مع الطاعه ويحفظهم لك امين ويخليك ان شاء الله نخرج من السياره يوم من الايام يرزقك ان شاء الله سياره ان شاء الله محمد الله تمشي وانت تهايط بها السياره هذه من كثر ما هي زينه. قال امين اروح فيها البحرين. شوف عبد المجيد البحرين بس شعدك تبي البحرين. ابو الرحمن احمد مشغول عندك ابو زور الجود عندك حفلات مدري ايش فاضيلك احمد اخوي صغير. يا اخي انا قايل لك مصيك يا احمد قلت لك جيب صوره الجود السعر الصغيره. انا بروح للشفاء انا بروح للشفاء شغلت شغل مو طبيعي بالله ما جبتها ما جبت صوره لها والله إيه. انا بروح للشفاء انا بروح للشفاء حفرباط الشفاء لا بروح للشفاء انا بسير الشفاء عند واحد بيعوا لا لا تروح عند الواحد في الشفاء ما يبيك اللي في الشفاء بروح يمه بطاريه بطاريه بتولع تطفي روح روح غير الحين لا يجيك بسم الله يلا إيه طاح 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 يلا نعول حق شد ابو شيء قاعد اقول لك يا احمد بسوي زي كذا تقول لي لا لا والله اني مقطع نعول شفت يا احمد راح نعول الثالث يعني نعول الثالث الحين نعول واحد واحد من السباب. المهم يا سعيد راح البحرين قلت الحين نجيب نعول. لا والله ما فضيت يا اخوك وابشر بالعوض الله يا عيون سكند بور احمد يكفي لك سكند بقلبي الله يسعدك لو تاخذ وش ما عندي والله ما اوفي بحقك والله الله يسلمك والله طلع شكله خطير والله طلع شكله مواس والله اول قلت شلون يا جماعه الله. اللي بيجي يفتتح ان شاء الله عبد الكريم لا الالوان شوف البني ها والازرق عبد الكريم الحربي ان شاء الله بيجي يفتتح منو قال لك هو قال بيجيكم وانا اعطيته كلمه خلاص ان شاء الله اوكي لا بيبي ان شاء الله اعطيته كلمه بس ما بنتظر اللي ما يصير برنامجه قبل طيب. يا اهلا وسهلا ما يا بعدها اهلا وسهلا لا موجود هو بالرياض يجي احمد احتمال متى يخلص اتوقع باكر خلص خلص اليوم بكره اجل يفتتح هلا مرحبا يا هلا هلي تكتب حياتك وين تكتب حياتك لا ما ارضى حياتك حياتك مجيد اليوم ما في ترقد ها ها ما في ترقد اليوم ايه بس انا اعلم هلا ابو شنب هلا شغله لهذا ابو شنب والله اللوك كذا يذكرني بواحد بطلي لفكك يا ولد وين اجي ولا اسكت يعني اسكت افصل عليك في صالح لا 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 مع داخل يعني الفقره حلو حلو فيديو وبسكت ليه ما علمتوه ليش علمك ما يبي يعلمك بشيء احمد انت تحب تشتغل انت مثلي ما تحب احد يساعدك بشغله لانك ما 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 ما, لا ما تثق ان الشغله تضبط 100% مثل اللي بيدك صح صح نفس الشغل والله انا مثلا شغله بسويها ما اثق باحد يشارك معي بالشغله هذه لأن أعرف إن الجودة ما راح تطلع إيش نفس الجودة اللي أبغاها بالضبط والله بالضبط نعم حتى هذا الشغل لاحظته من منذ مبطي فيك هنا هنا في ترى لا لا ما عليه ما يحتاج طب ليش مخليه هناك أخضر وهنا هذا أزرق تدرج تدرج طب من هناك بعدي ازرق بعدين اخضر بعدين ازرق لانك دخلت اصفر فيها كثير هذا لكن لا يفسد للقضيه